أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. صحيفة سعودية تؤكد استمرار البحث عن المعتدين على مواطن يمني في السعودية. من أخبار اليوم، الحوثيون يغلقون منافذ صنعاء وينشرون عناصرهم في الأحياء. من الاتحاد مطالبات شعبية بتقديم قادة الانقلاب للمحاكمة الدولية. من موقع القدس العربي، عروسان يرتديان ملابس فريق الرياضي يشجعانه بدل ثياب الفرح. أهلا بكم. حل الحديدة كمقدمة لإنهاء الحرب في اليمن، هل سينجح؟ يتساءل موقع بوست في أحد تقاريره، مضيفا أن محافظة الحديدة الساحلية وميناءها حازت على اهتمام غير مسبوق في صعيد الصراع الحالي في البلاد واستئناف الفاعلون في الأزمة تحركاتهم بتبنيهم ملف الحديدة، وذلك لإنهاء الأزمة التي تعيشها اليمن. ويرى مراقبون أن مساعي المجتمع الدولي لن تثمر لوجود كثير من التعقيدات المتصلة بالإرادة الدولية، ونتيجة لعدم جدية شريكي الانقلاب في السلام وعدم استعدادهم للالتزام بالمرجعيات الثلاث والتي من شأنها أن تضمن السلام المستدام في البلاد. وقال أحد المحللين السياسيين للموقع بوست أن الحديث عن تسليم مدينة الحديدة وميناءها لن يتم، معللا ذلك أن الانقلابيين يعرفون أنها حلقة من السلسلة الطويلة في اللعبة، وسواء تم تسليمهما أو لم يتم فإن ذلك لن يزيد من الأمر شيئا أو ينقص، والخيار الأسلم لهم الحفاظ عليهما كورقة رابحة يناورون بها. موقع عدن تايم يعنون بخصوص المنفذ البري الوحيد الذي يربط اليمن بدول الجوار. عائدات ضخمة لمنفذ الوديعة وتدفق كبير للقادمين والمغادرين. وقال الموقع إن منفذ الوديعة الحدودي الواقع بمديرية العبر ووادي حضرموت والصحراء حقق خلال نصف العام الجاري من يناير وحتى يونيو رسوما وإيرادات فاقت 16 مليار ريال يمني عائدات الجمارك. ويقول الموقع إن منفذ الوديعة يعد أهم الموارد المالية الرافدة للحكومة منذ اندلاع الحرب والمصدر المالي المنافس لعائدات النفط. من أنت؟ يتساءل أحمد ناصر حميدان في مقال نشره في موقع يمن مونيتور، ويحاول الإجابة ويقول الكاتب: حرب بشعارات وطنية وسيادة واستقلال وتحرر من التبعية، وحقيقتها هي حروب لتطويع الشعوب للتبعية، مؤشراتها انقسامات حادة مناطقية جهوية طائفية. كل تلك الأمراض هي وسائل إنهاك الشعوب والأمم، هي وسائل سهلة للحشد والتحريض، هي وسائل لخلق بيئة صالحة للاستبداد والهيمنة، هي وسائل تبديد أحلام وطموحات البسطاء وقتل أي بارقة أمل في الأفق تلوح لنكون ضحايا أطماع الآخرين. يقال إن الجغرافيا علم المكان، أي المنطقة، ومن وجهة نظر بسيطة لمحاكاة الواقع، عندما ترتبط القضية بمنظور مناطقي تبعد كثيراً عن منظورها الإنساني، ويبدأ السؤال من أين أنت وليس من أنت. يبدأ التفحص في الأصل والفصل والعرق والقبيلة، ويتم التقييم على هذا الأساس. وعندما تفتقد القضية إنسانيتها تفقد عدالتها، ويستمر الصراع حول تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم، لا يتوقف عند حد معين حتى تضيق الدائرة والانتماء لنعود للقبيلة والعشيرة ويضيع من أيدينا وطن. هنا الفرق بين من يحمل مشروعاً وطنياً وإنسانياً وقضية عادلة ويناضل من أجل أن تمتد جغرافياً لأكبر مساحة ممكنة لا حدود تمنعها ولا معوقات تفرض عليها التوقف عند تلك الحدود، وبين من تفرض عليه مصالحة جغرافية ملامح مشروعه السياسي. ومن الطبيعي أن نختلف، لكن من غير الطبيعي أن نتعادى. إن رأيتني عدواً بمنظوري ورؤيتي ومشروعي فالخلل فيك،
لم تكتسب بعد حصانة وعي في قبول الآخر، في أن تكون جزءاً من لون الطيف لتثري المجتمع والوطن بجمال الفكر والرؤى والمشروع. حاول أن تبحث عن لغة مشتركة تقربكما معاً وتلغي من قاموسكما معنى القطيعة والعداوة. الحياة بحد ذاتها شراكة وحب ووئام وتعايش وعدل وإخاء، غير ذلك ليست حياة بل جحيماً من الصراعات والحروب والخراب والدمار. تواصل قوات الشرطة العسكرية في تعز انتشارها الأمني في الشوارع والأحياء، وذلك للحد من الانفلات الأمني في المدينة التي تعيش تبعات الحرب منذ عامين ونصف. وقال مصدر أمني للمصدر أونلاين إن عربات الشرطة توزعت في شارع جمال والسوق المركزي، بالإضافة إلى باب موسى، بغية استناد الأجهزة الأمنية في ضبط الفوضى والاختلالات داخل المدينة. وكانت الشرطة قد انتشرت الأسبوع الماضي في بعض مناطق وسط وغرب مدينة تعز لسد الثغرات الأمنية الكبيرة في المناطق المحررة. ويتابع الموقع: تزايدت جرائم الانفلات في الأشهر الماضية بتعز، وسقط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين في حوادث جنائية وجرائم اغتيالات واشتباكات بين العصابات. والعدد الصادر في عدن من أخبار اليوم حمل العديد من العناوين، أبرزها: المركز الأورو متوسطي يحذر من الممارسات المقيدة لحرية الدين والمعتقد في عدن. ومن أبين: القاعدة تستهدف نقطة أمنية للحزام بثلاث قذائف كاتيوشا. ومن صنعاء: زعيم الحوثيين يتهم صالح باحتضان الخونة ويسخر من تحركاته. ومن ذات المدينة أيضا: الحوثيون يغلقون منافذ صنعاء ويشلون الحركة داخل المدينة وينشرون البلاطجة في الأزقة. ومن أخبار الميدان: الجيش والتحالف يشددان الخناق على الإنقلابيين داخل مدينة ميدي الساحلية. السلام ومسؤولياته، تحت هذا العنوان كتب فتحي أبو النصر مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين، وقال في جزء منه: السلام من وجهة نظر القاهرين للمجتمع بسلاحهم يعني أن يوافق المجتمع على سلطتهم، لكن السلام من وجهة نظر المجتمع المقهور بعنف الاستعلاء هو أن يتم نزع السلاح من الجميع ليعيش الجميع بحريات وواجبات متساوية وسلام. كذلك السلام من وجهة القاهرين للمجتمع هو أن يرضخ المجتمع لسلطتهم الضاربة لفكرة الدولة والمواطنة والمقوضة لها، لكن السلام الذي يريده المجتمع المسلوب هو أن لا يكون لأي قوة خارج نطاق الدولة حق ممارسة السلطة عليه، على أن كل تجارب التاريخ تؤكد أن السلام قد يأتي في ظل قوة متوازنة لطرفين أنهكهما الصراع ووصلا لقناعة مشتركة بالتنازلات والسلام، بينما لا يأتي باستمرار الصراع الذي بدون أي أفق ناضج للسلام، وفي النهاية لا ينتصر فيه أي طرف، بل ويغدو استمراره كصراع انتقامي مفتوح مجرد عبث بليد لا جدوى منه ولا ضمانات مستقبلية بإيقافه. والحال أن استمرار الانقلاب يراكم الإشكالات ويعقدها أكثر، فالانقلاب هو الذي يجعل اليمنيين في نقطة الصفر، فلا خطوات ولا تدابير تمضي قدما سوى تقويض الدولة وشرخ المجتمع. الحوثية أصلا قد نشأت بالحرب وهي لا تفكر سوى بالحرب، كما أنها كل يوم تؤكد على عدم قدرتها في العيش دون الحرب، إلا أنها لا تكتفي بذلك فقط، بل إنها تريد من كل اليمن واليمنيين أن يخوضوا معها وعي وأحاسيس الحرب كي ترضى عنهم، مع اعتبار الحرب هي الحاجة الدائمة ذات الأولوية للمجتمع والدولة، وذلك لأن الحوثية لو تموضعت سياسيا خارج الحرب فإنها ستموت كالسمكة ببساطة حين تغادر الماء. إلى موقع المشاهد نت، والذي عنون في صفحته الرئيسية: التحالف اليمني لحقوق الإنسان يدين محاكمة الحوثيين لعشرة صحفيين. ويقول الموقع: أدان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ما تقوم به ميليشيات الحوثي من محاكمات غير عادلة لعشرة صحفيين وتحويلهم إلى نيابة ومحكمة أمن الدولة الخاضعة لسلطاتهم. وقال التحالف في بيان له إن هذه المحاكمة تجري بالمخالفة لأحكام الدستور التي لا تجيز المحاكم المتخصصة، فضلا عن افتقار المحكمة للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة.
وأكد أن اختطاف الصحفيين يعد انتهاكا لكل القوانين والاتفاقات الدولية الرامية لحماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الصحفيين العشرة كانوا قيد الإخفاء القسري منذ عامين وتعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أزمة البرلمان تهدد تحالف الانقلابيين في اليمن، وفقا لعنوان الذي أوردته صحيفة العربي الجديد، والتي قالت إن مجلس النواب يستأنف جلساته الاعتيادية في صنعاء بعد أزمة حادة كادت أن تمثل مسمارا جديدا في نعش البرلمان الذي انتهت فترته الأساسية منذ سنوات، لكنه يستمد استمراره من الدستور، فيما خرج زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي بتصريحات لافتة كشفت جانبا من الأزمة الصامتة بين الجماعة وحليفها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه المخلوع صالح، بالحديث عن استقطاب يطال كوادر في حزبه. وكشفت مصادر سياسية يمنية في العاصمة صنعاء لموقع العربي الجديد عن أزمة حادة عصفت في الفترة الأخيرة بالبرلمان الذي يحتفظ صالح بولاء جزء غير قليل من أعضائه في ظل معلومات عن نجاح الحكومة الشرعية والسعودية باستقطاب أعضاء إضافيين من المجلس غادر واليمن في الآونة الأخيرة. وبالتزامن مع مساع حثيثة للشرعية والتحالف العربي بدعم عقد جلسة للبرلمان في مدينة عدن، وهو ما كانت مصادر في الحكومة الشرعية أعلنت عنه بالفعل منذ أسابيع، وأن مجلس النواب سيجتمع قريبا. وتقول الصحيفة: وتسببت مغادرة برلمانيين إلى السعودية أخيرا بأزمة جعلت البرلمان في صنعاء أمام تهديد عدم اكتمال النصاب المطلوب لعقد جلسة للبرلمان. إلى صحيفة الاتحاد، والتي عنونت في أحد صفحاتها: مطالبات شعبية بتقديم قادة الانقلاب للمحاكمة الدولية. وقالت الصحيفة: أحيا أبناء مدينة عدن الذكرى الثانية لمجزرة مديرية دار سعد التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في 19 من يوليو، وراح ضحيتها 200 بين قتيل وجريح من المدنيين الأبرياء. وجاءت الفعالية بمشاركة عدد من أهالي وأسر ضحايا المجزرة الذين طالبوا بتقديم مرتكبي المجزرة للمحاكمات الدولية وإنصاف حقوق الضحايا. وأوضح مدير مكتب شؤون الشهداء والجرحى في دار سعد مبارك الهبوب: إن إحياء الذكرى فرصة من أجل لفت أنظار العالم والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للتعريف بالمجزرة المرتكبة في دار سعد، كونها جريمة حرب ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أثناء عدوانها على عدن. وجدد رئيس مؤسسة صح لحقوق الإنسان عصام الشاعري التأكيد على ملاحقة ميليشيات الحوثي وصالح ورموزه القتلة في مختلف المحافل الدولية لتقديمهم للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم حرب بشعة بحق المدنيين العزل، مضيفا أن ملفات متكاملة تم رصدها للانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية أثناء حربها على عدن. كتب الوزير السابق للخارجية الألمانية يوشكا فيشر مقاله المشهور في صحيفة الغد تحت عنوان: خروج بريطاني إلى المجهول. وأضاف الكاتب: تستطيع السياسة أن تثير مشاعر قوية في الجميع، ومن الواضح أنه حتى البريطانيون على الرغم من ما اشتهروا به من قدرة على رعاية مصالحهم بطريقة رزينة هادئة ليسوا محصنين، ولعل هذه السمعة مجرد بقية من بقايا الإمبراطورية البريطانية التي زالت منذ أمد بعيد، ومن المؤكد أنها لا تنطبق على المملكة المتحدة في العام 2017. ولنتأمل هنا القرارات السياسية التي اتخذها البريطانيون خلال العام المنصرم. في حزيران يونيو الماضي قرروا ولو بهامش ضئيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وفي الانتخابات العامة المبكرة التي جرت الشهر الماضي أفرزوا نتيجة عززت الانطباع بأن البراغماتية البريطانية في تراجع. وتشير الانتخابات التي خسر فيها حزب المحافظين أغلبيته مما أسفر عن برلمان معلق
إلى مدى ابتعاد الطبقة السياسية في وستمنستر عن بقية البلاد في الآونة الأخيرة. ويبدو أن المملكة المتحدة تعيش في واقع الأمر ليس فقط أزمة سياسية وأزمة هوية، بل وأيضاً أزمة ثقة في النخب السياسية والاقتصادية، والتي بدأت مع اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008. وهذا لن يجعل محادثات الخروج البريطاني الجارية أكثر سهولة، ذلك أن الطرف المناظر للاتحاد الأوروبي في المفاوضات حكومة ضعيفة للغاية وفي حالة أزمة. ولكن لا يجوز للمفاوضين من جانب الاتحاد الأوروبي أن يغفلوا عن حقيقة مفادها أن المملكة المتحدة ستظل مهمة لأوروبا خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمثل أحد أكبر المخاطر التي تواجه الاتحاد الأوروبي بقدر ما تواجه المملكة المتحدة الآن في خروج المملكة المتحدة من المفاوضات صفر اليدين وانتهائها إلى حال أسوأ حتى من الحال التي هي عليها بالفعل. الأمير المعتدي صاحب السوابق نقل للتوقيف مقيد اليدين. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة عكاظ السعودية تفاصيل حول احتجاز المتهم بالاعتداء على يمني في السعودية وإجراءات التحقيق معه. وبحسب مصادر أمنية لعكاظ، فإن الأجهزة المختصة رصدت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي توثق تهجم الأمير على مواطنين، وعملت فرق إدارة التحريات والبحث الجنائي على تحليل المقاطع، وتمكنت الفرق السرية من تحديد موقع الجاني. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية، تمكن رجال الأمن من القبض عليه وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادثة، والتي هي رشاشان ومسدس وعدد من الطلقات الحية، إضافة إلى تحريز بعض المضبوطات الأخرى. وأضافت الصحيفة أن الأمير نقل عبر دورية أمنية رسمية مقيد اليدين والقدمين للمركز الأمني المختص لإيقافه، وحضر في المركز مندوب من فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض للبدء في إجراءات التحقيق. وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الجهات الأمنية لا تزال تعمل للتوصل لكافة المشاركين والمعاونين للأمير في اعتداءاته الوحشية. ومن الأخبار الطريفة ما ورد في صحيفة القدس العربي: عروسان يرتديان ملابس فريق رياضي يشجعانه بدل ثياب الفرح. وقالت الصحيفة أنه في مشهد غير مألوف اختار صحفي وصحفية تركيان خلال عقد قرانهما ارتداء قمصان لناد كروي يشجعانه بدلا من البدلة الرسمية وفستان العريس أو العرس. وقام الشاب أغور أوسلان والشابة هلال شارمان اللذان تعرفا على بعضهما خلال أدائهما مهمة صحفية بعقد قرانهما في مراسيم حفل أقيم بمركز الصحيفة التي يعملان فيها. وارتدى العريس خلال عقد القران بشكل رسمي قميصا لنادي فيرنتباشا التركي لكرة القدم يحمل اسمه ورقم 7، كما ارتدت العروس قميصا للفريق نفسه وعليه اسمها ورقم 19. ولم تنتهي المفاجأة عند هذا الحد، فإن شهود العروسين كانوا أيضا يلبسون مشجعي الأندية الثلاثة الأخرى، وهي بشكتاش وغلطة سراي وترابزون سبور، لتكون قمصان أكبر 4 أندية كروية تركية حاضرة في مراسيم عقد النكاح. أما موقع شبكة البي بي سي فتحدث عن حالة إثبات لجريمة في وضع غريب وعنوان: ببغاء شاهد الإثبات في جريمة قتل. وقال الموقع: أدينت امرأة بإطلاق 5 رصاصات على زوجها وقتله في ولاية ميتشغان الأمريكية أمام ببغاء عام 2015، وقد وجهت المرأة فوهة السلاح إلى نفسها فيما بعد في محاولة انتحار فاشلة. وردد الببغاء فيما بعد عبارة لا تطلق النار بصوت الضحية، فوفقا لطليقته ولم يسمح الببغاء الأفريقي في إجراء أو لم يستخدم الببغاء الأفريقي في إجراءات المحاكمة. وتضيف البي بي سي: عبرت طليقة الضحية التي حصلت على الببغاء بعد جريمة القتل عن اعتقادها أنه كان يردد المحادثة التي دارت في ليلة الجريمة، وانتهت بعبارة لا تطلق النار.
وقال والدا الضحية أنهما يعتقدان بإمكانية أن يكون الببغاء قد سمع المحادثة بين الزوجين وكان يردد كلماتهما الأخيرة. وقالت الأم هذا الببغاء يكرر كل ما يسمعه. وكان النائب العام في ميشيغان قد فكر في استخدام الببغاء كشاهد إثبات لكنه غير رأيه بسبب عدم إمكانية استدعاء الببغاء إلى منصة الشهود للإدلاء بشهادته. أحداث العالم أمس عبر صور وردت في صحيفة ديلي تيليغراف، وقد احتوت المجموعة على مناظر منوعة من مختلف الأماكن. تعالوا لنتابع هذه الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.